هذا القانون اللي يتميز بالطابع الاجتماعي، وهو بالنظر إليه 82% منه إلى الجانب الاجتماعي اللي هم المواطن، و 18% فقط اللي ذاهب إلى جانب المشاريع الاستثمارية الأخرى. هذا القانون دعم الاستثمار، ودعم الاستثمار لما ألغى الرسم على المهن المهنية، التسهيلات الجبائية الواردة فيه، الحفاظ على القدرة الشرائية تاع المواطنين، وتدابير مختلفة. بالإضافة إلى هذا أن اللجنة اجتهدت ومن خلال عملها 18 اجتماع خلال فترة زمنية قصيرة، 18 اجتماع جاءت في النهاية بهذا المشروع اللي يتضمن تعديلات مختلفة كلها تصب في مصلحة المواطن وتصب في مصلحة الاقتصاد والتنمية.